ماشي هنشوف هنشوف. انت هتشوفي انا ليا برضو خبراتي. اهلا يا مهلس بينا على المحشي. محشي هنشوف هنشوف. انت هتشوفي ست اهدي بقى شويه. يلا بينا. حماتي جت دلوقتي يا جماعه وانا مستنياها. هي طالعه اهي دلوقتي علشان نبدا اجمد تحدي هتشوفوه على اليوتيوب. ماجي اهلا يا مهلس. حياتي. ازيك يا حبيبتي؟ اتفضل. قال ايه ابني عجبه اكلك؟ طبعا طبعا. غير رايه في اكلي انا؟ طيب انا جايه اختبرك واشوف انت بتعملي ايه. بتعملي اكل شبابي ولا الاكل اللي على اصوله؟ خلينا نشوف. وانا قد التحدي. انت قد التحدي. هكسبك. بينا على المحشي. نهار اسود. محشي. وانا لا احنا ما اتفقناش على كده. لا هو ده الاكل. انما اكل الشبابي ده ما بعترفش بيه. بينا. وانا قد التحدي. بينا. نتحدى. نتحدى. يلا. اهلا بيكم في فيديو جديد من مهاليزم. النهارده ببدا معاكم سلسله جديده جدا وهي تحديات، وتحديات مش عاديه علشان هتحدى حماتي. خليني في الاول اقدم لكم حماتي الاستاذه ماجدة عفاف. احنا كلنا في العيله طبعا بنحبها جدا وبنقول لها يا ماجي، فمفيش طنط بقى والكلام ده، بنقول لها يا ماجي ولا حماتي برضو. فالنهارده هي بتتحداني وهي عندها خبره كبيره جدا، يعني 100 سنه طبخ طبعا. يعني اكرمك ولا ايه؟ اكرمك. خبره كبيره جدا في الطبيخ وبالذات كمان في عمايل المحشي، انا بموت فيه. وهي جت النهارده تتحداني وفاجئتني ان احنا هنعمل محشي. فتعالوا بقى نشوف الكارثه اللي هتحصل، ان انا عمري في حياتي ما عملت محشي وهي بقى لها سنين بتعمله. 100 سنه. فيلا بينا تابعونا للاخر، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشجعونا واكتبوا لنا كومنت واشتركوا بالقناه ودوسوا على زر السبسكرايب الاحمر تحت الفيديو وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي بنقدمها. بصوا احنا دلوقتي اول حاجه هنجهزها هي الورق العنب. يلا يا ستي ورينا. طبعا احنا بعد ما غسلنا ورق العنب كويس جدا وعارفين ان هو بيتغسل، حطيناه في المصفى. حاجه جديده ولا ده؟ انا لقيته لك بالعافيه على فكره. واخد بالك؟ ماشي. وبعدين حطينا ميه. تمام. فيها ايه بقى؟ ايه بتحطي في الميه؟ ايه عادي ميه بس بسلق ملح ممكن مثلا. وايه تاني؟ لا معرفش. كمون. اوكي. الكمون ده شيء ضروري. وبعدين حبه يعني خل صغيره قوي. اوكي. بيطهر والله. هنبتدي نحط المحشي الورق العنب. ده غسلينه طبعا. اه طبعا غسلينه كويس جدا لحد بس مجرد من هو يصفر. يا ترى ده وصل خلاص مش اوانه؟ فلقينا هيبقى ايه، نقرص عليه شويه بس عشان يطرى. نطلع الورق العنب. حلو قوي. اعرف منين هو استوى؟ بصي لونه اتغير اهوت. ايوه بقى. دلوقتي هنشوف الفراخ. الفراخ هننضفها ازاي وهنسلقها ازاي. طبعا هي ديت مش اي فراخ، طبعا مش اي حد بياكل الفراخ البلدي العتائي. والمجمده اخبارها ايه معاكي؟ لا لا انسي. عمرنا ما بنجيبها. هتجننيني. عمرنا ما بنجيبها. ماشي يلا بينا. واخد بالك؟ لان ايه، صاحب مزاج اللي عايز يشرب حبه شوربه كده بمزاج هو دوت اللي يعرف يجيب. ما بيجيبش الا الفراخ البلدي العتائي. يعني ايه عتائي؟ يعني بتاخد شويه سوى. بس لينا برضو طرقنا، الطرق بتاعتنا اللي بيساعدنا ان احنا ما نخليهاش تاخد وقت كتير. اوكي. بس هتاخدي حبه شوربه مزاج. وبعدين غير كده دي احنا بنسقي بيها المحشي. المحشي عشان كده ده سر المحشي بيبقى طعمه جميل ازاي. بتسقيه شوربه زي دي وبتتبليه كويس قوي وتديله بقى الخضر الكافيه وبتاع. عشان كده طبعا خبرتي زيرو، فجبت لها فراخ بانيه. لا لا انت خليها لك يا ماما. عشان كده بقى يا مهلزم. نحط حبه ملح. ده عشان الفراخ صح؟ الفراخ بعدها علشان بس لسه هديها الصدمه. اوكي.
الليمون ده بقى حبيبي في كل حاجه. اغسلها لي بس المايه. طبعا هندعكها. عايزه الحبهان يا مها. هندعك البصله بالملح والفلفل. قطعها لي. قطع لك الليمون. قطع لي الليمون. خبرتي. شفت خبرتي؟ اه يا يا يا. عرفت ان الليمونه بتتقطع. والله كده مش سهله. والله هتلاقيكي كل اللي بتاكليه لابني بيتزا. مكرونه. بصي مكرونات مكرونات. ده انا البيتزا اللي بعملها صحيح. ايوه. يا نهار ابيض. حتى البيتزا. استنوا حلقه البيتزا يا جماعه. اجمل بيتزا هتدوقوها في حياتكم. يا جماعه الليمون فيه بذر. تشيلوا البذر من الليمون. يا شيخ. والله يا كابتن خير. ما لازم اقول معلومه انا كمان. هو ايه كابتن خير كمان. نجيب بقى الفرخه بتاعتنا الجميله اللي احنا مش شايلين الليمون بعد اذنك. اتفضلي. ده بقى بيطهر اي شيء طبعا. طبعا من ام ايه جوه كده جوه وبره يا شيخ. لا انا كنت ميه ملح فلفل بصل واروح حاطه على طول الفرخه واقوم حاطاها جواها. لا جديده دي. حط ال حبه فلفل كمان يا مها. حطي لي مها. انا عايزه بقى تجيبي لي احنا جوعنا جوعنا. حرام عليكي. المستكه يا ماما. المستكه يا حبيبتي هاتها لي من الشنطه انا جايبها لك. انا كنت متاكده ان ما عندكيش. يا الخايبه. يلا يلا عايزين بقى انا خلاص. هي قعدت بقى كده شويه حلوين. اوكي نشوحها بقى في المستكه. السمنه البلدي انا اللي جايباها عشان هي عماله من الصبح عماله تقول لي انا جايبه لك الفراخ جايبه لك المستكه جايبه لك مش عارفه ايه. اهي قالت لي انا عايزه سمنه بلدي. نزلت السوبر ماركت وجبت لها حلوب سمن بقري طبيعي 100% اهي. طب ممكن بقى والله تجيبي البرطمان بتاعي اللي انا مسيحه. هحط من ده من ده ومن ده. ما تزعليش برضه زلاني. هي زلاني. هو في واحده فيكوا تجيب الزبده وتقعد تسيح وتحط وده؟ ملناش سقطان احنا. صح يا اخي. انتوا بتوع التكاويه. بس عارفه بصراحه انا اول مره اعرف موضوع تشويح الفرخه دي. يعني كنت دايما بسلقها في ميه على طول من غير عشان كده ملهاش طعم. عايزه لو سمحتي المعلقه تتحط لا لا ثانيه واحده. ايه مكملك يعني ايه ملهاش طعم؟ يعني لما تحطيها من غير تشويح بحته السمنه البلدي مع شويه المستكه والحبهان هتبقى زي اللي في من الميه من الحنفيه؟ بصراحه لا. كده تمام. الفرخه اهي شم ريحه مها. تجنن. بس نحط بقى الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده؟ البوكي جرنيه بقى. حبه سكر يا مها. جرنيه. هنحط البوكي جرنيه اللي هو البصل والطماطم والجزر والكرفس. دي بقت شوربه خضار. لا هو ده اللي بيحليه. دي السكر طبعا عارفينه بيساعد على الايه؟ بيساعد على السوا. مش هحط الملح دلوقتي. بس مش اكتر من كده. هنحط بقيه ال بس النوى بقى. ادي النوى. حطينا اربعه. والمعلقه الستيل اللي انا عرفت ان انا ما احطها هتساعد على السوا. انا عندي معلومات عايزه اقولها. اوكي قولي لي. اتفضلي. دلوقتي احنا المفروض لما بنسلق الفرخه بنملى للاخر ميه. بتغطسيها في الميه عشان تتسلق بسرعه. اشحال ان هي الفراخ اللي انت بتجيبيها العجمانه الصدمانه اللي هي الفراخ البيضاء مش هتاخد منك وقت. يبقى انت بتطلعي ايه بقى ان شاء الله؟ اذا كان دي عشان ناكل على طول في نص ساعه كده. وبترمي الشوربه بقى. اوكي صح. لا بعمل بيها رز. يا بيها تتاكل. انتوا ايه انت بتاكلوا ازاي الحاجات دي؟ احنا دلوقتي هندخل على خلطه المحشي والتحدي هيبدا. اتفضلي يا راجل. ماشي. طبعا انا ايه
جبت لك الخضرة الجميلة دي. جبنا البقدونس ونظفناه وقطعناه، وده الجزء بتاعه مش هنرميه. العيدان اللي هي بتاعت الشبت والكزبرة والبقدونس مش هنرميه. المهم نظفنا كل حاجة منها. دي بنحطهم في الحلة تحت، انا عارفة يا راجل كده، بنحط فوقيه المحشي عشان ما يتحرقش. وادي برضو الشبت اهو، مش عارفة عشان ايه، الشبت عشان ايه ما يتحرقش ولا عشان حاجة تانية. الاتنين هيدي طبعا ريحة تحفة، وغير كده عشان ما يتحرقش طبعا، ده غير ان احنا هنحط البصل كده. كرمشته ازاي دي؟ انت بتعملي ايه؟ انت كرمشتيك كده ليه؟ يعني مش لا بجد بتعملي ايه؟ بتعدلي عليا؟ اعدل ايه بس انت؟ ايه ده، ايه ده يعني؟ احنا خرطه ازاي ده؟ يعني رحت اجيب المصفى تعملي كده؟ شوفي شوفي عملتي فيه ايه؟ يلا طلعي يلا زي بعضه عشان تجيبه. عملت فيه ايه؟ اديله فم ده منظر، ده منظر. المهم المفروض يبقى مترتب كده عشان نعرف نخرطه. يلا طلع عشان نديله دش تاني. سيبيني بقى ما بصليش. اوكي ما بصليش. يلا اللي بعده. الله، هو انا لحقت اخلص؟ ايه ده؟ قول لي مها يا مها، ايه جهزي لي البصل؟ قالت لي بالكبه. انت بتقولي لي ابشري لي بصل هيبقى بايه؟ بكبه. قلت لك جهزي لي البصل يا مها عشان عايزين نبتدي في المحشي. قالت لي ايه؟ بالكبه. كبه ايه يا ام كبه؟ امال ايه؟ اسهل بتقطعي البصل اربع ارباع كده وتحطيه في الكبه. ده انا زمان كنت بعمل بالمبشره. مبشره؟ طول عمري بطلت. بعدين مفيش احلى من انك انت بتخرطي البصل، وبعدين بطريقه بسيطه جدا. وريني يعني يا ستي. بص بمنتهى البساطه. لا من الاول بوريني. ما انا هوريك اهو، لسه انا ما خلصتش. ها هتعملي كده، وبعدين تعمليها كده، وبعدين تعمليها كده البصله، وبعدين تعمليها كده. ايوه يعني منتهى البساطه. هتخرطي كده احنا عايزين البصله تبقى بخيرها كده. ما كنت لسه اسالك ليه عايزه تعمليها كده، مش عايزه ان احنا نعملها في الكبه نبشرها كده على طول؟ لا هيبقى ليها طعم تاني. انا عيني حرقتني سوري. انا يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي انا اسفه والله. انا اسفه. شفتي بقى؟ انا اسفه يا مهاريزم. انا عرفت ليه الكبه كانت بتحمينا من كل ده يا شيخه. حرقانه العين يا شيخه. هحط ايه؟ ما هنحط او الزيت. انت ماسكاه الزيت والسمنه. الزيت والسمنه نحط عليها معلقه سمنه. ماشي حلوه انت، بس السمنه مع الزيت انا اللي هقول لك. ماشي. بعد كده البصل. لا هو عمل الصوت. شفت بقى منظر البصل عامل ازاي؟ حط على البصل ايه؟ ملح وفلفل. ملح وفلفل. وبعد كده هنجيب الرز. احنا غسلنا الرز اهو. لا يا ما. ايه؟ لا لا يا ما. ليه؟ هنسيب البصل يتشوح. ما انا قصدي كده، قصدي ان هو بعد ما تتشوح. ايوه برضه مش بعديه، برضه مش بعديه الرز. بعد ما يتشوح هنحط ايه؟ لا الرز. لا الرز والخضره بقى وبقيت كل حاجه. لا الرز. هنحط بقى الطماطم. نسيت بروفيشنال. هاتي لي يا حبيبتي الصلصه بتاعتي. حطي كمان صلصه. كم معلقه؟ ده كتير قوي ولا ده كده كويس؟ هو كويس قوي كده. كمان طب قولي لنا يعني حبه خضره المشكله طبعا الشبت والبقدونس والكزبره. هنحط حفنه. شبت بقدونس كزبره. حفنه. الحفنه دي نحطها هنا اهو. معلقه يعني؟ في قلب معلقه سكر. الرز بقى معلقه سكر. حاضر حاضر. في
ليكي يوم خالص؟ ليكي يوم يا ماجي. انت مفيش حاجه تقوليها خالص؟ اتفضلي اتفضلي. عايزه تحطي لي الرز على بس. طبعا السكر مع الرز بيعمل ايه؟ تيست رهيب. هنسيبها تسلس خالص. اوكي بتسبك. تسبك خالص. تسبك ماشي. هنحط الرز بعد ما تسبك. ايوه اوكي. وبعدين نحط الخضره بقيه الخضره واخدها تقلبتين على النار. ماشي. بعد ما خدناها تقلبتين على النار هنطفي وديها معلقتين سمنه بلدي. الله. هنعمل كل الحاجات دي وهنرجع لكم في تحدي بقى دلوقتي ان احنا هنحشي المحشي. ما هلست. احنا خلاص جهزنا الخلطه وجهزنا الحلل اللي احنا هنعمل فيها المحشي. وقلنا الاول اللي حطيت الفرشه عباره عن ايه؟ عباره عن بقيه الخضره اللي النص الفوقاني دوت بدل ما ارميه غسلته كويس قوي وفرشت بيه الحله. وبعدين عملت حلقات من البصل وحلقات من الجزر. كل دوت طبعا مفيد وهيطعم وهيدي طعم كمان جميل للمحشي. واحنا دلوقتي جاهزين بادي ورق العنب وادي الفلفل والبتنجان وايه الكوسه اللي بتحبها مها اللي جبتها لها مخصوص. يا مها. يا ماجي. تعالي يا حبيبتي عايزاك تقوريني دول. اقعدي قوري. كاسكو سابتدير قوري دي. يا دنايا يا ابني. هو انت بتكلمي كده؟ ثانية واحدة بس عشان يعني هو ايه ده؟ انت قلبتي فرنسي؟ لا ما هو اتعلم. فجبت الكوسه مخصوص يا حبيبتي علشانك. طيب ماشي. شوفي انت ماشي اوكي. شوفي انت غاليه عليا ازاي. هاتيلي مقور. يلا يا حبيبتي يلا. المقور ده ماشي. يلا يا ماما وريني. الف بقى ولا ايه؟ انا مالي اعمل ايه؟ برافو. مش مصدقه نفسي. انت اول مره تقوري ولا ايه؟ يعني ايه خلاص كفايه كده. خلي كده يا جماعه يعني ماجي واحد وانا صفر. اظن ده سهل بقى غير ورق العنب قوي. انت بتحبي ايه؟ بتحبي الكوسه والفلفل. الكوسه والفلفل. طب كوسه هنحشيها بس لحد 3 ارباع فقط. اوكي ليه بقى؟ قولي ليه؟ عشان الرز بالظبط مستوي. لان الرز المستوي هيعلى هيلاقي له مكان. أوكي. ياخد فيه براحه. هحط يعني الرز ازاي بقى حضرتك؟ هتحط كده اهو يعني. وبعدين هنحط بايدينا يا مها كده اهو. ما اخترعوش حاجه بتحشي كده سريع. هنعمل كده وننجز. خلاص هنعمل كده. يا ما اشتغل. ما اخترعوش طيب حاجه. مستنيه اشتغل يا ما. مستنيه يكون في حاجه تخبطي يعني كده. الناس اخترعوا خبطنا. اكيد في اكيد في. لا كفايه بسيط. ما عملتش ايه؟ بص ثلاث ارباعها بس. رجعتيها امتى دي؟ انا لسه بتكلم. ايه ده؟ حطيها في الحله يلا. والباذنجان زيها بالظبط. هنمسك كده. فين المعلقه الصغيره بتاعتي؟ لا مش هتعرفي. مش هتملكي بالمعلقه. مش هعرف. مش هتملكي. لا صباعك كده يلا. صباعك سابقك. صباعك سابقك يا مها. انت عمرك يا حبيبتي عملتي محشي؟ امال بس انا باكله بس عندك.
خلصنا المحشي يا جماعه. عملت لكم محشي ورق عنب اهو زي ما انتم شايفين كده. ثانيه واحده حضرتك. وعملنا كمان المحشي المشكل اهو. يا شيخه انت متاكده من الكلام دوت؟ ده انت فشلتي فشل ذريع. وانا قلت لك هتحداك يا مها، انت عندك استعداد كبير جدا انك تتعلمي. هقول لك بقى اخر نصيحه بقى قبل ما نمشي. احنا كده خلصنا، هنعمل ايه تاني؟ هنشقيها بقى شوربه بقى. اوكي، هنا هنشرب كوبايه شوربه التحفه دي طبعا. انت لو عايزه مش الفرخه اللي هي من 3 4 6 8 ساعات. لا 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 لا، بس والله فعلا جابت نتيجه. أوكي. والفرخه استوت، انا كنت بسويها على يومين. اوكي، فهديها هنا كوبايه ونص من الكوبايه من الشوربه ونص من الميه بتاعه السليق بتاع الورق العنب. للي بيحب يبقى ميزز. وكمان اللي بيحبوا ميزز ممكن في ليمون من فوق كده ومعلقه سمنه وسوي على العالي. هتفتحي عليه على العالي لحد ما يغلي كده 5 دقائق. وتقومي موطيه عليه كانك بتعملي الرز بالظبط. مش بس هياخد بقى مده مش اقل من نص ساعه، ساعة الا ربع كمان. كمان لسه لا ده تسوية بقى، احنا بنتكلم على التسوية. هنا بقى هياخد بتاع كوباية شوربة بس واحدة، مش اكتر من كده. وبعدين برضو لو معلقة سمنة عليها بلدي كده، وتاخديها على نار عالية وبرضو توطي عليه خالص كده لحد برضو هياخد مش اقل من نص ساعة. تمام. عامة انا فشلت في اول تحدي ما بيني وما بين ماجي حماتي، بس انا مش هستسلم. واستنونا في تحديات تانية. يا رب يكون التحدي ده عجبكم، واستنونا في تحديات تانية كتيرة جدا. لا بس انت تمام، انت تمام، عندك استعداد كبير جدا انك انت تتعلمي. وده اللي شجعني ان انا اجي. انا اصلا مش جايه بتحداكي، انا عارفه انك انت بتحبي تتعلمي كل جديد. اللي ما تعرفوش بتحبيه تتعلميه، ده اللي جابني اساسا انك انت عندك استعداد. نورتينا في قناة مهاليزم. مهاليزم.